لأنها ثورة العلم والعمل، ولأنها جامعة الثورة، ولأن من حمل فكرة الثورة لا يعرف المستحيل. الطالب محمود عبد الكريم سلقيني من طلاب جامعة إدلب فرع الهندسة الميكانيكية وخريج معهد تبريد وتكييف عام 2014، ابن مدينة حماة ذو 28 عاما، يبدع بتصميم فارزة CNC مبرمجة بشكل يدوي وجهد استمر حوالي 3 أشهر، وبإشراف الدكتور يوسف حسون والأستاذ إبراهيم حوراني. قمنا أنا وزميلي مصعب أبو الهوس بتنفيذ مشروع آلة تفريز قابلة للبرمجة، وهي مخبر من أهم المخابر في كلية الهندسة الميكانيكية، وكان ذلك بإشراف كل من الدكتور يوسف حسون والمهندس إبراهيم حوراني. وبفضل الله عز وجل نجح المشروع وتم إلحاقه بكتلة المخابر في كلية الهندسة الميكانيكية، مما وفر على الجامعة مبالغ كبيرة كانت ستدفع ثمناً لشراء واستيراد هذا المخبر من الخارج، نظراً للحاجة الملحة إليه في العملية التعليمية، كونه من أهم مخابر كلية الهندسة الميكانيكية، حيث يستخدم في عدة مواد مثل هندسة الإنتاج وتصميم القوالب وآلات التشغيل المبرمجة. كان الطالبان موفقان في اختيار هذا المشروع في تنفيذه بنسبة دقة تصل إلى 90%. طبعاً واعتبرنا هذا المشروع كجزء من مخبر آلات تشغيل المبرمج الذي تسعى جامعة إدلب لتأمينه في كلية الهندسة الميكانيكية. كثير من المصاعب واجهت الشاب محمود، بعض زملائه نصحه بترك العمل أو تغيير المشروع لأنه يبدو مستحيلاً، والكثيرون شككوا بقدرته وزميله على إنشاء الفارزة، وبالمقابل كان هناك بعض المشجعين والواثقين بقدرة محمود. حماسة الطالب العشريني لم تثنها تهكمات البعض وزادتها تشجيعات البعض الآخر، مع التصميم على تحقيق الهدف وإرادة الاستمرار كسب محمود الرهان ونجح فيما كان يسعى إليه. قد رجعني الطالبين محمود سلقيني ومصعب الهوس بمشروع تخرج لطلاب الهندسة الميكانيكية، هو عبارة عن فارزة صناعية CNC، وهذا مشروع هو مشروع كبير، ولكن لمست فيهم الجدية والحماس والنجاح من اللحظة الأولى، وبناء عليه كان لديهم بعض المشاكل المالية قامت رئاسة جامعة إدلب بتذليلها بإذن الله تعالى، وكان نجاح المشروع كبير جدا حيث أدى إلى نجاح باهر. هذا المشروع يدل على أن هناك قدرة كبيرة لدى أبنائنا الطلاب في الكليات الهندسية خاصة وفي جامعة إدلب عامة على إنجاز مشاريع تخدم أهلنا في المحرر، ومن خلال ذلك نلاحظ أن جامعة إدلب قد أخذت دورها المناط بها في المحرر، وهو رفع سوية أهلنا في المحرر، وأيضا قامت جامعة إدلب في هذا العام بزيادة المبلغ المالي المخصص للبحث العلمي إلى مستوى جيد جدا وخاصة في الكليات الهندسية. لقد صمم الفارزة كما رسمها في مخيلته قبل بدء العمل. وأنت هل تعرف شابا سوريا أبدع في مجاله مثل الطالب محمود؟